شباب مثل ما عم نشوف هلا نحن رايحين على برج ال برج شو؟ برج ايش؟ برج البنات، جولة سياحية في اسطنبول. معنا الدليل السياحي ابو حسن. ويلكم حبيبي. طبعا هاي الباخرة بتقطع بالكرت 3 ليرات عم تتحرك هاي. خلينا نروح ناخذ الاماكن الحلوة اول شيء. طلعوا فوق شباب. طبعا في اماكن جوا هون وفي اماكن فوق. نحن نطلع لفوق على الصدر على الساحة الرئيسية. شكله هذا مطعم يا حبيبي. ما في شو اسمه هذا فيه. اهم شيء نشوف نحن شباب ورا ونشوف الاماكن. سوري حبيبي اتوقع لا. فنشوف شباب رح نطلع لفوق اعلى شيء مشان نصور لكم اجواء الليليه من اعلى منظر. في لا خلينا من امام. تعال من بعد اذنك. مثل ما عم نشوف هلا شباب طبعا ليل يعني اجواء ليليه. الجو جميل وشاعري والله. دول صفوا هون مكانه. تعالوا نحن نقعد هون على الزاويه هاي. شو هذا المسجد مبين علينا هذاك مسجد اسمه مسجد سلطان احمد. مسجد راكب على فاتح آيا صوفيا. اوكي شباب منظر روعة. اروع من هيك منظر ما في. طبعا هذا الكابتن هون القبطان رح ياخذنا. هاي المنطقة شو اسمها شباب؟ امينونو. امينونو هاي المنطقة تطلع من امينونو على وين؟ على سكودار. ومن بعد سكودار نطلع على لو برج البنات. مثل ما عم نشوف شباب هاي الباخرة من جوا كأنها مثل القطار يعني مثل الطيار. كراسي وما في صوت ومكيف الوضع تمام. فنحن رح نطلع لفوق مكان ما كنا اول شيء. طبعا في حمامات وفي كمان عنا حمامات وفي مثل المحل دكان تشتري منه غراض اذا بدكم. هذا الطابق الثاني. هلا نحن رح نروح على هذا الاكزيت. فينا نروح من هون نحن او من هون نفتح الباب اللي بدنا اياه مكان ما كنا. هذا الجسر مثل ما عم نشوف هلا نحن برا. هاي هون تقسيم. هاي هون تقسيم شباب. وهذا هو هذا الجسر المضيق مثل ما عم نشوف. منظر روعة صراحة. أجواء كثير حلوة. طبعا صار التقسيم تقسيم بهذا الاتجاه. هاي هون شارع الاستغلال. يلا هلا راح نكمل المشهد مع الشباب فوق. كتير حلوة ما شاء الله. شوفوا 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 شباب اللون السماء كتير كتير ممتاز مع المي. منظر روعة. هاي اسطنبول الأوروبية ورانا صارت. وهذا المضيق شباب. نحن الحمد لله وصلنا هاي الأسيوية هون. والبرج هذا هون رح نمشي بهذا الاتجاه نحن. طبعا هذا الجسر هذا هون المعلق مثل ما عم تشوفوا. الجسر هذا هون ما اخذت معنا ربع ساعة مشوار بالباخرة. اجواء كتير حلوة. اتمنى انك تكونوا موجودين هون معنا والله. هلا رح ننزل نحن مثل ما عم نشوف ووصلنا بخير وسلامة. اذا عجبك هذا الفيديو اتمنى تحط لنا لايك وشير وسبسكرايب. ومثل ما ذكرت اعطوا صورة حلوة عن اخلاقنا وعن ديننا. وشوفونا ان شاء الله بفيديوهات جديدة.